السلام عليكم خوتي طلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفورس دي اسيد دي باس، اسيد فور باس فور، اسيد فيبل باس فيبل، كيداير كونستون ديكيليبر كا ا اي كونستون ديكيليبر كا بي والعلاقه بيناتهم. هنايا فورس دي اسيد اي دي باس، فورس كنقصدوا به هي القوه، دي اسيد احماض، دي باس القواعد، القوه ديال الاحماض وديال القواعد. Il existe deux types d'acides et de bases selon leur dissociation. هنا كاين نوعين ديال الاحماض والقواعد كيكونوا نفس التفكك، بمعنى الاسيد كيتفرع علينا جوج، الاسيد فور اسيد فيبل، اسيد فور اسيد فيبل، كذلك لا باز، باز فور اي باز فيبل، اسيد فور حم قوي، اسيد فيبل حم ضعيف، باز فور قاعده قويه، باز فيبل قاعده ضعيفه. دابا غنجيو تعريف ديال اسيد فور اسيد فيبل باز فور او باز فيبل نعرفوهم. اسيد فور، ان اسيد فور اي ان اسيد كي اون سوليسيون اكوز سون ديسوسيي توتالمون اون ايون اش بليس و اون باز تري فيبل ديت باز كونجيغي دو لاسيد. هاد لاسيد فور الحمض قوي، قال لك هو واحد الحمض اللي في المحلول المائي، اون سوليسيون اكوز في المحلول المائي sont dissociés totalement. Il est fait que en ion H+. Il est fait que ion H+. Une base très faible des bases conjuguées de l'acide. La base conjuguée est la qaïda al-murafiqa de l'acide. بالنسبة لهذا الأسيد فور كنديرو سهم واحد، قلنا كيتفكك لينا كامل هذا الأسيد، هذا في الماء كيتفكك لينا كله، كيتفكك لينا وكيعطينا واحد اش بليس لانه حمض، هادشي قلناه في فيديوهات سابقه. وهاد لا باز كونجيري كتكون تري فيبل الا كان هاد الاسيد فور فهاد لا باز، لا باز هي لا باز كونجيري هي اموا، قلنا الا كان هذا اسيد لا باز كونجيري ديالو هي هادي هي اموا، كتكون تري فيبل، هاي تري فيبل. هذا بالنسبه لاسيد فور كيتفك كليا في الماء وكنديرو سهم واحد. بالنسبه الباز فور، une base forte et une base qui sont dissociées totalement en courbe de sa réaction avec l'eau. Cette la base forte est قاعده قويه كتفكك ليا حتى هي في الماء كليا، كتفكك ليا في الماء كليا ودوينا على لا باز وكنديروا كذلك حتى هي سهم واحد. عرفنا بان لا باز شنو كتعطينا، كتعطينا حسب قاعده ديال ارهينيوس كتعطينا او اش موان في النواتج، وهاد بهذا راه هو لا باز باس فور. هاد بهذا علاش؟ لان الى زدنا عليه اش 2 كيف قلنا في فيديوهات سابقه بغات تزيد عليه الماء، حنا لاسيد شنو كي قلنا، قلنا كيحرر لينا واحد اش بليس، لان ما عندو ما يحرر لينا، دونك غيمشي لهاد اش 2 هو اللي غيحرر لينا اش بليس، ما غيحرر لينا اش 2 اش بليس لما غيعطي لهاد دبي ها هو عطاه ليه. دونك في هاد الحاله اش 2 هو اللي حرر لينا اش بليس، اش 2 هو الحمض هنايا، اما القاعده اللي هنا راه هي بي نقولو باس فور. وهاد بهذا قلنا باس فور، اذا الحمض ديال هاد بي هو بي اش بليس، وهاد اش دوزو حرر لنا واحد اش بليس هو لاسيد، ولا باس ديال هاد اش دوزو هو او اش موان، هادو خصكم تعرفوهم. نجيو دابا نشوفو لاسيد فيبل وباس فيبل. لاسيد فيبل، ان اسيد فيبل هي ان اسيد كي نو سون ديسوسيي با توتالمون دو لو، هاد الحمض الضعيف ما كيتفككش لينا كليا في الماء، ما كيتفككش لينا كليا في الماء، وكنديرو في لا رياكسيون جوج ديال الاسهم، لو سونس ديريكت ولو سونس انديريكت. هاي اش ا اش زدنا عليه اش دوزو الماء غتمشي هنا واحد اش، هادي لمن غتمشي هاد الحمض هذا غيحرر واحد اش بليس غيعطي الاش دوزو، مي غيعطي اش بليس غتولي اش 3 او بليس في النواتج، وهاد ا اش الى مشى منو اش بليس غيولي ا، كنديرو واحد ا موان حيت عطا واحد اش بليس كنديرو ا موان كيف كلاحظتو معايا. هذا بالنسبه للحمض. دونك هنايا اسيد فيبل سون ديسوسيي با توتالمون دو لو، ما كيتفككش لينا كليا في الماء، كيتفكك لينا غير جزئيا، وكنديرو جوج ديال الاسهم. هذه بالنسبه اسيد فيبل. غير اللي الا بغيتو تعرفوا بان هنا درنا جوج اسهم، بمعنى زدتي هاد اش ا زدتي عليه اش 2 اللي هو الماء غيعطيك ا موان اش 3 او بليس، كذلك الا شتي هاد ا موان زائد اش 3 او بليس غيعطيك ا اش زائد اش 2. كنقولوا بان تفكك لينا غير جزئيا ما تفككش لينا كامل، معليش دينا هادو اللي في النواتج عطيونا هادو اللي في المتفاعلات،
ماشي بحال اسيد فور كيتفكك لينا كله، ملي كيتفكك لينا كله ما يمكنش نشدو داكشي اللي في النواتج ويعطيونا يعطيونا داكشي اللي في المتفاعلات، ما يمكنش. بالنسبه للباز فيبل، ان باز فيبل ان باز كي نو سون ديسوسي با توتالمون دو لو، حتى هي نفس الشيء ما كتفككش لينا كليا في الماء. هاد لا باز فيبل كيف كتلاحظوا معايا، وتا هي كنديروا فيها جوج اسهم. وعلاش قلنا هنا يا باز؟ لان هاد بي هذا اللي زدنا عليه اش 2 ما عندوش هيدروجين، ما غيحرر لنا حتى اش بليس، باش نقولوا على انه اسيد دو كومباز، لان اش 2 هنايا هو اللي غيحرر لنا اس بليس وغيعطيها لهاد بي هاد لاباز. ها هو عطاه اش بليس هنايا، عطاه اش بليس. دونك فهاد الحاله هاد بي هذا باز، ولاسيد الحمض ديال هاد لاباز بي راه هي بي اش بليس. بي اش بليس راه هي لاسيد، 2 يلعب لينا هنا دور لاسيد، دور الحمض. والقاعده ديال هاد اش 2 هو او اش موان، لان شفنا فيديو سابق لان الماء كيلعب لينا دور مره حمض ومره قاعده كنقولوا ليه انفوليت ولا انفوتير. عرفنا اسيد فور وباز فور، وعرفنا اسيد فيبل وباز فيبل. اللي خاصكم تعرفوا بان هاد اسيد فور وهاد باز فور واسيد فيبل وباز فيبل انهم سون دي زيليكتروليت. كيفاش سو سون دي زيليكتروليت؟ هما عباره عن مواد موصله للتيار الكهربائي. بحال دابا هنا اسيد فور اي باز فور، سو سون دي زيليكتروليت فور. شرحنا الكتروليت، الكتروليت هو واحد ماده موصله للتيار الكهربائي. الا قلتي الكتروليت فور موصله للتيار الكهربائي جيدا، الا قلتي الكتروليت فيبل موصله للتيار الكهربائي بشكل رديء. وكيفاش موصله للتيار الكهربائي؟ لاحظوا معايا، هذا واحد المحلول وهذا كيف كتلاحظوا معايا هنا واحد البطاريه، هذا واحد المصباح، وقمنا بالتوصيل الكهربائي في هذا المحلول. هاد المحلول قلنا عليه حمض قوي، حمض قوي راه الكتروليت في مادة موصلة التيار. إلا كان حمض قوي غيوصلنا التيار الكهربائي بشكل جيد، أما إلا كان حمض ضعيف غيوصلنا التيار الكهربائي لكن بشكل رديء. هادي بالنسبة الكتروليت، شرحناهم فيديو شامل اللي غتلقاه مباشرة الرابط ديالو أسفل هاد الفيديو. هنايا قلنا سو سون دي زيليكتروليت فور لا رياكسيون دو ديسوسياسيون اي توتال، كيتفكك لينا كليا وكنديرو سهم واحد بالنسبة أسيد فور باز فور. وهنا هاد ار سي ال راه هو اسيد فور اللي شرحنا، وهاد ان ا او اش راه هو باز فور. كذلك لنا باز اسيد فيبل اي باز فيبل، سو سون دي زيليكتروليت هما الكتروليتات مواد موصله التيار الكهربائي. ونا اليكيريب دو ديسوسياسيون كتكون عندنا كيمشيو لينا في لوسونس ديريكت و لوسونس انديريكت، كنديرو جوج ديال الاسهم كنقولو كاين واحد ليكيليبر التوازن عند التفكك. اس سي ان هو اسيد فيبل، هاد اف موان هو لا باز فيبل. نجيو دابا كونستانت داسيزيتي اي دو بازيزيتي. هاد كونستانت اللي كنقولو كونستانت ديكيليبر كا ا و كا بي، بالنسبه لكونستانت كا ا هي كونستانت ديال الاسيد، وكونستانت كا بي متعلقه بلا باز. قبل ما نشوفو هاد كونستانت كا ا و كا بي، نشوفو الثابته ديال الحمضيه ديال اي متفاعل العلاقه ديالها بكل اختصار. ثابته ديال اما حمضيه ولا قاعديه كاشنو كتساوي النواتج على المتفاعلات، هذاك الشيء اللي عندنا في النواتج على المتفاعلات. لكن الا كان بحال دابا هنايا هاد غو و تي و الفا و بيتا هما اعداد، بحال كانت عندك هنا 2 اش 3 او بليس، 2 اش 3 او بليس، كتحط التركيز ديال اش 3 او بليس وكدير او كاري. او كاري هادو اعداد، كتحط التركيز ديالها وكدير او كاري. بالنسبه للرياكسيون نواتج على المتفاعلات، لكن بالنسبه غير لي غاز شي حاجه سوليد ولا ليكيد كنعطيوها واحد ما كنديروهاش، بحال اش 2 ليكيد ما كنديروش، كنديروها غير بالنسبه لي غاز. الا كان سوليد ولا ليكيد ما كنديروهاش، ما كنحطو كنعطيوها واحد ما كنحطوهاش. بالنسبه لشي متفاعلات كتلقاو هاد اكو، هاد اكو راه ما كتعنيش ني ليكيد، راه كتعني مميهه غير كينا في الماء، لان كتفاعل لينا مع الماء. هاد اكو مميه كتفاعل لينا في الماء، راه ماشي ليكيد. هاد اكو ديكيليب كتكون غير بالنسبه للاسيد اسيد فيبل ولا لا باز فيبل اللي كتمشي في المنحى المباشر والمنحى المعاكس، كتمشي في دو سونس، سونس ديريكت وسونس انديريكت. علاش؟ الا درنا الجدول الوصفي ديال الكتروليت فور، الكتروليت فور هادو شرحتهم في واحد الفيديو سابق ديال الالكتروليت.
اللي درنا جدول الوصفي. شوفوا معايا في تي إكيليبر تي يخالف صفر تي فينار، كتلاحظ معايا بأن هاد إن أس سي إل شحال عدو زيرو. وعلاش اللي درنا زيرو؟ لأنه تفكك لينا كامل في الماء، شي حاجة تفكات لك كامل في الماء في تي فينار كتساوي زيرو، ما كيبقى فيها لا كونسونطراسيون ولا كمية الأول تفكات كلها. عكس إلكتروليت فيبل، بالنسبة لإلكتروليت فيبل في تي فينار كتبقى واحد كونسونطراسيون ناقص واحد كمية إكس، واحد كمية مجهولة. اللي بغي نوصل لكم بأن كونستانت كا قلنا النواتج على المتفاعلات في أسيد فور ما كنديروهاش، حيت النواتج عندنا واحد كونسونطراسيون، أما المتفاعلات زيرو ولا يمكن القسمه على زيرو. هذه بالنسبة للإلكتروليت فور ما كنديروش كونستانت كا أو لا كابي، كنديرو غير بالنسبة للإلكتروليت فيبل. إلكتروليت فيبل كنقصدو بها باز فيبل ولا أسيد فيبل. دونك اللي بغي نقول لكم بأن هاد كونستانت كا أو لا كابي كتكون غير بالنسبة في أسيد فيبل وباز فيبل، وهي جو سامبلومون نواتج على متفاعلات. شي حاجه اللي كانت ليكيد وسوليد ما كنديروهاش. كيف كتلاحظ معايا اش ادن اسيد فيبر هاي كا ا، هاي النواتج اش 3 او بليس كونسونطراسيون، هاد بينهم معقوفه كنقصدو بها كونسونطراسيون تركيز. اش 3 او بليس مضروبه تركيز بين معقوفتين ديال لا باز هاي اموا على لاسيد اش ا. اش 200 ليكيد ما كنديروش. هادي هي كا ا كونسونت داسيديتي دو اش ا، و بي كا ا كتساوي موان لوغ كا ا. هادي قاعدة بي كا ا كتساوي موان لوغ كا ا، هاد بي كا ا كتساوي موان لوغ كا ا هي قاعدة غنتحدثو عليها في فيديوهات اللي جايين. و هنا يدل كا كونسونت ديكيليبر بالنسبة للباز، و قلنا كنديرو غير بالنسبة باز النفابل يفني اسيد فابل. كا بي كتساوي النواتج على متفاعلات، النواتج هما كونسونطراسيون بين معقوفتين، راه كونسونطراسيون اللي كنقصدو بها هادي ديال بي اش بليس فوا لا كونسونطراسيون ديال او اش موان على لا باز اللي هي بي. اش دوزو قلنا ليكيد ما كنديروش. دونك هادي كا بي كونستانت دو بازيسيتي دو بي تساوي بي كا بي كتساوي موان لوغ كا بي. دابا غنجيو غولاسيون اونتر كا ا اي كا بي، العلاقة من بين كا ا و كا بي. حنا شنو عرفنا بان كا ا شنو عطاتنا؟ عطاتنا لا باز فوا اش 3 او بليس على لاسيد، ياك. كتشد هاد كا ا هادي شنو كدير ليها؟ كضرب الفوق في او اش موان والتحت في او اش موان. هاهي هاد كا ا ضربنا الفوق في او اش موان والتحت في او اش موان، مي ضربنا الفوق او اش موان والتحت او اش موان غتولي لينا بحال هكايا. عوضنا هاد كا ا بهادي، هاهي عوضناها. خاصك تكون عارف بان كا او شنو كتساوي؟ اش 3 او بليس فوا او اش موان. وهادي كنعرفو بان الجدول ايوني للماء، برودوي ايونيك دو لو. كا او كتساوي اش 3 او بليس فوا او اش موان، ها هي اش 3 او بليس فوا او اش موان هي كا او. كا او اش بقى لك؟ هاد لا باز على لاسيد فوا او اش موان راه هي المقلوب، المقلوب ديالاش ديال كابي، المقلوب ديال كابي. حيت كتلقى هنايا هنا تحت شنو كاين؟ كاين لا باز، وهنا الفوق شنو كيجات عندنا؟ جنتنا لا باز، والتحت كاين الاسيد مع او اش. ها هو الاسيد، هذا بي اش هو الاسيد فوا او اش، جات المقلوب هي كابي واحد على كابي. دونك كا ا كتساوي كا او على كابي، ولا خرجنا هنا كا او شنو كتساوي؟ هي كا ا فوا كابي. اش عطيك؟ كا ا فوا كابي كتساوي كا او، كتساوي 10 اس ناقص 14 ا عند درجه حراره 25 دوغري سيسيوس. هاد كا او كتساوي 10 اس ناقص 14 عند درجة حرارة 25. صح، هادي راه كا او معروف الجدول ايوني للماء، بخدو ايوني في دولو اللي كتساوي 10 او بليس فا او اش موان.